قدام الناس انت؟ لا لا تضربني لا. جاوبني لشوف يلا، جاوبني يلا. لا لا ما حكيت شيء، ما حكيت شيء. ساعدوني يا حدا ساعدني. نيها لا تاكلي هم شي حبيبتي، ولا بقى تفكري بهيك واحد نصاب مثله. مو نحن ثلاثة بتعتبرينا عائلتك؟ شي مرة تركناكي لحالك؟ أكيد لا، لهيك لا تاكلي هم بنوب. اسمعيني، حاجة تخبصي وتكتري حكي، تركيها تقعد وترتاح شوي. نيها رح جيب لك كاسة مي. إيه؟ شو في حبيبتي؟ شو صاير؟ خالته كل هالشي صار لأني بعت رسالة لرفيقي، مو هيك؟ عرس ماما التغى وهلأ هي زعلانة، يعني أنا عملت شي غلط؟ لا حبيبتي أنت ما غلطتي أبدا، الصراحة أنا اللي غلطت، بس لو ما كنتي موجودة شو كان صار؟ لو أنه أنت ما خبرتي لرفيقك ما كان إجا وأنقذ لأمك. نيها احكي. أنا آسف نيها، غلطت بحقك، كل يلي قالوا ياش كان مزبوط. أستاذ ياش اترك الباقي علينا، نحن منعرف شغلنا معه منيح. تحرك نيها. يا روحي انت ليش عم تبكي؟ بالعكس لازم تكوني مبسوطة، لأنه أصلاً كلنا هلأ ممنونين إليك ولبنتك لأنه قدرنا ننفذ من هالمصيبة.